أدت القاضيات الجدد اليمين القانونية بدار القضاء العالي، وذلك بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب والنائب العام المستشار حمادة الصاوي. وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الدستور المصري ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق، خاصة تولي وظائف الجهات والهيئات القضائية، مضيفا أنه نفاذا لهذا الالتزام الدستوري كان موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة أن يكون تمثيل المرأة في القضاء والنيابة العامة جديا ومتكافئا. وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن عن قبول طلبات تعيين عدد من الإناث في القضاء بدرجة رئيس محكمة ألف ودرجة رئيس محكمة باء ودرجة قاضي بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة. اليوم نحتفل بجيل آخر من قاضيات مصر وبعدد يفوق الأجيال السابقة. ينص الدستور المصري على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق الخاصة، وخاصة في تولي وظائف الجهات والهيئات القضائية. ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري كان موقف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة أن يكون تمثيل المرأة في القضاء والنيابة العامة تمثيلا جديا ومتكافئا، فهو موقف للرئيس يحمد عليه من ضرورة تنفيذ أحكام الدستور. وبالأمس واليوم نرى ثمار هذا الالتزام وقيام السيد الرئيس بالحث على تنفيذه سواء في القضاء أو النيابة العامة أو في مجلس الدولة. هو أكيد شعور طبعا بالفخر جدا يعني، وأكيد أنا مبسوطة جدا إن أنا خدت الخطوة دي، وإن أنا من ضمن طبعا القاضيات العظيمات اللي تولنا لمنصة القضاء في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا بوجه كل الشكر والتقدير ليه طبعا، لأن هو اللي أتاح لينا الفرصة إن إحنا نبقى في المكانة دي، وإن شاء الله بإذن الله نكون قد المسؤولية دي. إحنا طبعا ما جيناش هنا من يوم وليلة، إحنا جينا هنا طبعا بعد جهد وشغل كتير، اشتغلنا كتير قوي على نفسنا عشان نوصل للمكانة دي المرموقة اللي احنا فيها النهاردة. ان شاء الله باذن الله نبقى قد المسؤوليه دي باذن الله. بداية بنحب اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمراه المصريه في كافه المجالات، مش في مجال القضاء بس، وان شاء الله نكون على قد المسؤوليه. طبعا النهارده يوم مميز جدا لنا كلنا حاجه جديده بالنسبه لنا، مبسوطين جدا جدا باللي احنا فيه. وطبعا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته فينا وان هو مكننا من القضاء، وان شاء الله اكيد ان شاء الله هنكون قد المسؤوليه دي. وطبعا ده حدث جلل النهارده، مبسوطين بيه جدا وربنا يوفقنا ان شاء الله فيما هو قادم. النهارده طبعا كان احتفاليه عظيمه جدا بمناسبه حلف اليمين. احنا بنشكر فخامه الرئيس على الخطوه الجميله ديت اللي حققت احلام كتير قوي قوي مننا، واصبحت المراه المصريه يعني بتدخل في كل المجالات حتى الاوضه، اصبحت الاعداد كبيره الحمد لله، ويا رب دايما كده المراه تتولى المناصب القياديه زي الاوضه.